هذا نوريكم طريقة صنع الشعير، خبز الشعير زي ما انتم شايفين. نفتحها نحطها في النص. طبعا هذه كيف نصنعها؟ خلينا نبرص عليها اول. شلون؟ نفس المقدار، نفس الشيله اللي تحط فيها تحط مقدارها بالضبط ماي، ونخلطها مع بعض لما تصير بهيئة الحمص، ونحط شوية ملح بس، ويفضل يكون ملح بحري طبيعي. هذا يسمونه خبز الأنبياء صراحة، وفوائد عظيمة وبحثوا عنه في النت خبز الشعير. طبعا شوف في هذا كمية جاهزة، شوف كيف شكلها. طبعا لازم تغطونه عشان يلين بهالشكل، شوف عشان يصير لين لازم تغطونه. نظل طبعا تسألوني عن المدة كم، يعني المدة تقريبا كل خبزة تاخذ لها من نص دقيقة إلى دقيقة إلا ربع، هو بالنظر تبين صراحة. يعني تشوفوا هذا الحين، شوف هذه لسه ما بعد، بس ما تاخذ وقت. هذا طبعا شاريها من السيف، بس تنباع في ابو عشرة وتنباع في كل المحلات. بس تأكدوا ان لما تطبق تكون تطبق كامل، كل ما صار التطبق افضل كل ما صار خبز ارق. هذا الحين مر دقيقتين، شلون نعرف انه استوت؟ نطل مرة ثانية نشوفها لازقة. نستخدم ال ارفعي بسم الله. شوفوا بهالشكل تقريبا شبه استوى، ولكن نتاكد نقلب الجهه الثانيه شوي بس. يعني الشغله يبغى لها تقريبا نص دقيقه لكل خبزه صراحه، بس انا بس عشان اتاكد من المده. طبعا هذا الكمية تشوفوا ما شاء الله تسوي يعني كمية كبيرة من الخبز. نظل راصينه لما نشوف الأطراف اللي تحسونها رطبة انجفت، بس تكون جفت خلاص. شوفوا الحين استوت تقريبا، لاحظوا استوت، بل تحمصت في بعض الجهات. خلاص نفتح، افتحي افتحي، خلاص الحين استوت، نحطها فوق بعض ونسكر عليه. سكري سكري، خلاص بهالطريقة يكون استوى الخبز، ونرجع ونكرر العملية مرة ثانية. السلام عليكم.